وللحديث ومناقشة الخطر الذي يشكله حزب العمال الكردستاني على الحكومتين في بغداد وأربيل والعلاقات مع دول الجوار، معنا من إسطنبول عبر الخط الهاتفي شاهول القرداغي الباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك معنا. تحياتي، مرحبا بكم. أهلا بكم. بداية، من أين ينطلق حزب العمال الكردستاني في قصفه على الجيش الحكومي في العراق والبشمركة؟ حقيقة تواجد هذا الحزب في أراضي إقليم كردستان العراق يعود إلى فترة الثمانينات، وبعدها في التسعينات كان لديهم تواجد رسمي عن طريق بناء المعاقل في منطقة قنديل، ولكن بعد المعارك التي خاضتها الحكومة العراقية ضد داعش وبعد ظهور داعش نجحت هذا الحزب في التوسع أكثر، ليس فقط في المناطق الجبلية في قنديل، بل جاءت إلى سنجار ومناطق أخرى، حتى أدت إلى انتشار واسع، أدى إلى تقويض السلطات الرسمية في إقليم كردستان العراق التي لا تستطيع أن تدخل إلى المناطق التي تواجد فيها حزب العمال، وبالتالي يضعف هذا الأمر من نشاطات أو حركات حكومة الإقليم. وحكومة الإقليم أيضا تعتبر أن حزب العمال هي تعزز الاستقرار في المناطق التي تدخل فيها وتؤدي إلى نزوح العوائل أو القرى التي تدخل فيها وتجلب الدمار والفوضى، وبالتالي هذه الإشكالية زادت في الفترة الأخيرة مما أدى إلى حدوث هجمات مسلحة وأيضا سقط عناصر من البيشمركة. يعني هذا الأمر أدى إلى تصاعد خطاب حكومة الإقليم حتى تطالب بوضع حد لهذه النشاطات، وأيضا تطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها لأنها هي المطالبة بها بإيقاف هذه النشاطات التي تؤثر سلبيا على أمن الإقليم وأيضا على الحكومة العراقية في بغداد. نعم، لكن ما مبرر وجود حزب الله في العراق؟ ما مدى شرعيته في المناطق التي يسيطر عليها؟ حزب العمال الكردستاني المناطق التي تسيطر عليها هي تتخذها انطلاقا لنشاطاتها في داخل التركي، وإلا هي بالأصل حزب تركي، يعني ليس حزب عراقي، ولكن بلا شك أننا نعلم أن العراق الآن دولة نستطيع أن نقول أنها بلا سيادة أو لديها سيادة هشة وضعيفة، وبالتالي هناك أرضية واسعة للكثير من الميليشيات أو الكثير من الجماعات اللا دولة، فواعل اللا دولة، بأن تنشط وتعمل دون أن يكون هناك رادع أو حكومة قوية تستطيع أن تردع هذه الجماعات، وبالتالي هذه الجماعات تستغل أي فراغ أمني أو سياسي متواجد، والفراغات الأمنية كثيرة في العراق، حتى تستفيد منها وتحولها إلى معاقل لها، وتنطلق من هناك لهجمات في باقي الدول كتركيا أو حتى دول أخرى، يعني تتخذ من العراق كمركز للانطلاق إلى باقي المناطق بسبب غياب السيادة وضعف السلطات الرسمية والسلطات الأمنية على تنفيذ القانون. وأيضا هناك عامل آخر، أن هناك تنسيق بين هذه المجموعة وأيضا الميليشيات الموالية لإيران، يعني هذا الأمر واضح جدا. نعم. وخاصة أن اتفاقية أربيل وبغداد التي من الواجب أن يطبق على أرض الواقع لم يطبق إلى الآن في سنجاب. وأنت تدفعني هنا للسؤال عن دور إيران والميليشيات في لعب هذا الدور. بلا شك أن لو لم يكن هناك غطاء إقليمي متمثلا بالدعم الإيراني لما استطاع هذا الحزب أن يبقى في هذه المناطق، يعني هذا الأمر واضح جدا، وإلا كيف يعني حتى الميليشيات لم تكن تسمح بذلك وكانت تهاجم، يعني نحن نعلم أن الميليشيات تهاجم كل طرف، فكيف هي تسكت عن تواجد هذا الحزب العمال في هذه المناطق الاستراتيجية؟ وبالتالي الغطاء الإقليمي واضح، التدخلات الإيرانية والتوجيهات الإيرانية واضح جدا، سواء لاستخدامهم ضد أطراف محلية أو حتى ضد أطراف خارجية كتركيا. طيب، على مستوى الحكومتين في بغداد وأربيل، ما المانع من تحركهما وإنهاء هيمنة حزب العمال على المناطق العراقية؟ هناك ضعف كبير، هناك ضعف كبير لدى الحكومات سواء في أربيل أو بغداد، أو هناك غياب للإرادة السياسية والشجاعة. يعني نحن عندما نتحدث عن قدرة الدولة، نعلم أن الدولة لديها إمكانيات كافية لفعل كل شيء، ولكن هل الإرادة والشجاعة موجودة؟ هنا يغيب هذا الأمر، وإلا حتى الميليشيات الطائفية التي استعرضت في بغداد كان من الممكن أن تسيطر عليها خلال دقائق، ولكن للأسف إلى الآن
الإرادة السياسية غير موجودة، وأيضا الاتفاق الذي حصل وتم تقويضه وإلى الآن لم ينفذ، يعني هذا مبرر كافي لتنفيذ سلطة القانون والدولة في هذه المناطق سواء من قبل بغداد أو من قبل أربيل. وأيضا هناك أطراف محلية سواء داخل أربيل أو بغداد تدعم أو تتواطأ مع هذه الجماعة، وهذا يسهل أيضا عدم محاسبتها، التواطؤ أو البطء في إجراءات مواجهتها أو طردها من هذه المناطق. وبالتالي الأمر معقد جدا، هناك مشاكل داخلية، هناك تدخلات دولية في هذا الملف، لذلك بقي الأمر عالقا إلى الآن. هذه الانتهاكات التي يقوم بها الحزب مبررات كافية لتركيا للتدخل في لردع هذه الميليشيات؟ بلا شك أن حتى في البيانات الرسمية لحكومة الإقليم هي تقول أن التدخلات التركية تستند على هذا المبرر، مبرر تواجد حزب العمال الكردستاني، لأنه لولا هذا التواجد حتى في أراضي إقليم كردستان العراق لما كان هناك أي مبرر لأي تدخلات خارجية. ولكن الحزب إلى الآن لا يلتفت لهذه المناشدات، لا حتى الإجراءات الأخيرة التي قام بها لم يكن ضد تركيا، بل كانت ضد عناصر بيشمركة تابعة لقوة لإقليم رسمي فيدرالي داخل العراق، وبالتالي هي تضر بتجربة إقليم كردستان أيضا أولا وثانيا. بهذه تعطي تبريرات أيضا للخارج حتى يتدخلوا ويقوموا بإنهاء هذه المخاطر الأمنية بأنفسهم، عندما يرون أنه لا يوجد قوة داخل العراق تستطيع أن تقوم بهذه المهمة فهم يلجؤون إلى استخدام القوة بأنفسهم، استنادا أيضا إلى اتفاقية تاريخية مع العراق في الثمانينات تسمح لهم بالتدخل ومواجهة هذه المخاطر الأمنية داخل العراق. أشكرك جزيلا الأستاذ شاه القرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.